صندوق النقد الدولي يعدل من البيانات ويصنف الجزائر ضمن السادس أسرع البلدان العربية نمواً. وبالأرقام الجزائر تمضي نحو تحقيق أكثر من 4% كنسبة نمو، بعدما كانت التوقعات 2.4% أفريل الفارط. عدة الأسباب تتحكم في توقعات نسب النمو، فارتفاع أسعار المحروقات له دور كبير، لكن لا يمكن التغافل أيضاً عن الحركية التجارية والتعافي الاقتصادي العام بالجزائر. وهذا بالنظر للعديد من المعطيات، بحكم أننا نعلم أن هناك تحسن في إيرادات الجزائر خاصة من المحروقات، وإحنا نعتمد عليها بنسبة 96%. هناك تحسن فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، يعني الأمل أن نصل إلى 7 مليار دولار، وبالتالي العديد من التحسن في إنتاج الفلاحي، وبالتالي هناك العديد من المؤشرات التي توحي بهذا التحسن، وأعتقد أنها هي التي سوف تلعب دور في تحسين معدل النمو أو زيادة النمو الداخلي الخام. عديد القوانين التي تصب في كفة تحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع تؤكد أن الجزائر اليوم تمضي نحو تسجيل نمو اقتصادي حقيقي.